أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي، عامل ايه؟ رب تكونوا بخير وسعداء وفرحانين ونعد عليكم الايام بخير يا رب. كده حبايب قلبي، حطيت الحلة على البتوجاز كده، وحطيت فيها زيت وحطيت فيها دهنة عشان دي التسبيكة بتاعت المحشي والبطاطس يا حبايب قلب. خليكم معايا كده مع طنطكم مهايد، انتوا عاملين ايه؟ يا رب كده يكون بخير وسعداء ومبسوطين، وعد عليكم الايام بخير يا رب. البصلة دي بتاعت المحشي والبطاطس يا حبايب قلب، فانا بعملها تسبيكة واحدة اسمها بين البطاطس وبين المحشي. والحلة دي كده حبايب قلبي فيها مية عشان احط اللحم. يا رب كده ينعاد عليكم الايام بخير من خارج مصر حبايب قلبي، ومن مصر على دماغنا. ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويسعدكم ويفرحكم كده بحبايبكم يا حبايب قلب. ودي الطماطم كده، فانا محبش احمر البصلة قوي يا حبايب قلبي، يعني بتبلها كده ومحطة الطماطم. طبعا انا كنت عاملة الطماطم وراكل في الاول الفيديو. طبعا ده البهارات، بابريكا وكمون وبتاع ده، هي بنت يرميساء الاصفر دي كركم عشان بنسى اسم. وطبعا انتوا عارفين، مش هقول لكم يعني، انتوا عارفين كل حاجه، فانتوا مننا بتتعلموا واحنا منكم بنتعلم. ربنا يسعدكم يا رب ويصلح حالكم واشوفكم سعداء. فكده حطيت اللحمه حبايب قلبي، حبايبنا الغاليين. طبعا الوقت انا باكل المحشي اهو، رميساء بتقول لكم اتفضلوا ماشي. ناقص حبايبنا يجي ياكلوا معانا ويشرفونا ونورونا. والله حبايبنا يشرفونا ونورونا، ناقصكم بس الاكل، يعني ناقص الاكل ناقصكم انتوا بس. فانا كده بحش الروه من على اللحمه حبايب قلبي. طبعا الواحده يعني ما تخليش اي رغوه من دي نت على اللحمه ماشي حبيب قلبي. حبايبنا الغاليين من خارج مصر ومن مصر على دماغنا، لايكات انا عاوزه الفيديو ده، يعني مش هقول لكم، اللي بحب ماما سعيده يعمل لايك. وما تنسوش القناه بتاعت حياتك احلى مع هايدي، حياتك احلى مع هايدي، دي اختكم وبنتكم وحبيبتكم. ربنا يكبر بخاطركم زي ما انتم بتكبروا بخاطر عيالي يا رب. مالكوش بركه الا اموله، القناه بتاعت اموله حياتك احلى مع احمد وامل، مالكوش بركه الا امل واحمد، احنا كده عيله واحده حبايب قلبي. ف
فربنا يا رب يكبر بخاطركم ويسعدكم زي ما انتوا بتسعدوا بناتي كده باللايكات وبالحاجات العسل، الكومنتات الجميله اللي زيكم. ربنا يا رب يكبر بخاطركم حبايب قلبي. انا طبعا من زمان ما عملتش معاه كورتين يا حبيب قلبي، فايه يعني فرحوني كده ونقول له طنط ام هايده قامت. طنط ام هايده قامت كده عملت معانا ايه الروتين. طبعا ده بصل وفلفل حبيب قلبي. فالتسبيكه ايه بتغلي ايه قدام منكم. فدي التوابل، كمون وجنزبيل وفلفل اسمر ورق لورا وحبة هاني حبيب قلبي. فانا بوريكم تاني بتغلي بردك معاكم يا حبيب قلبي. تسلم ايدك يا ماما. تسلمي يا روما يا عس. تسلمي التقلية كده حبيب قلبي. التسبيكة كده شو قدام منكم جميلة وشكلها زي العسل. شو التسبيكة شكلها جميل. فانا بقسم ايه للبطاطس يا حبيب قلبي. حبيبنا الغاليين ملكوش بركه الا رميساء اختكم. رميساء اختكم وبنتكم وحبيبكم. ماشي بناتي الثلاثه اخواتكم وبناتكم وحبايبكم. فانا حطيت البطاطس كده حبيب قلبي. فانا بقلبها كده عشان ايه الطماطم تبقى فيها كلها كده يا حبيب قلبي. فهحط بردك ميه بردك اهو. بسم الله ما شاء الله. والله الاكل طعمه جميل، طعمه خرافي وجميل. يا رب كده يسندكم بصحتكم وبعافيتكم كده. فطبعا يا نورة حبيبة قلبي الاكل ده ناقصك انت يا نورة. نورة انت وحبايبنا كلت انت والله وهم والله انت وحبايبنا. وانت عارفة غلاوتك عندي قد ايه يا نورة. ربنا يشفيك وعافيك وحش عنك الوحش ورزقك كده رزق حلال انزلال من عند ربنا كده وسندك بصحتك وبعافيتك. فكده ورق العنب وكده انا مقطع البصل ومقطع الفلفل عشان احطه في ارضية الحلة يا حبايبنا. وسلامي لحبيبة قلبي ونور عيني أم لينا حبيبة قلبي. سلامي لحبيبة قلبي ونور عيني أم لينا من فرنسا. ما تحرمش منك أبدا أبدا ولا من تعليقاتك الجميلة يا أم لينا حبيبة قلبي. أنت والنورة ما تتخيروش عن بعض. والله يا حبيبة قلبي أنت والنورة أم لينا ومنورة ما تتخيروش عن بعض. الاتنين واحد. شفت الحنية فيكم انتوا الاتنين والله. فكده حطيت الشبت يا حبايب قلبي. هايدي رميساء كانت طلعته بره شوية تحس اللي هو مسمر شوية بس يلا ما كانش فيه ان انا اعرف اطلع اشتري ولا كده. كنا احنا بالليل. فكده يا حبايب قلبي حطيت الورق كده بتاع العنب في ارضية الحلة. احنا بنطبخ من على بيات. بعمل محشي من على بيات بس يا حبايب قلبي. بنحشيه وبنحطه في التلاجة كده ونصحى وقت الصبح كده ماما تحط عليه الشوربة ويبقى ايه احسن ورق عنب في الدنيا. اتفضلوا كده معايا. اتفضلوا اعملوا محشي معايا ونبقى ناكل سوا بعدين بقى. فكده ايه حطيت الورق. لازم ايه احط الورق. حاجة في حياتي هي المحشي. لازم احط الورق كده حبايبنا في ارضية الحلة عشان ما تتلطعش من النار. هي كده كده الحلل دي نت ايه تخينة قوي بس ايه يعني من زمان قوي عاوز ابدا اغيرهم. والله من زمان من وهايدي صغيرة خالص اول ما الحلل دي طلعت. شوفوا هايدي بقالها 23 سنة. قولوا بقالها يجي 20 يجي 15 سنة. اكتر من 15 سنة الحلل دي عند. شوف عمر طويلة. فانا كده حطيت البصل يا حبايبنا كده معاكو. ايه رايكم بقى قولوا رايكم كده في ماما سعيده. ربنا يصلح حالكم ويجودها عليكم كده يا رب. يجود على كل مشتاق يا رب. يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه.
يا رب يرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة كده، ويشفي كل عيان وكل مريض واحنا بالجملة. يا رب يشفي كل عيان وكل مريض واحنا بالجملة كده يا حبيب قلبي. يعني انا بدعي للناس قبل مني. فحبايبنا كده بسم الله ما شاء الله، والله كان طعمه جميل، بقول لكم كان يستاهل بقكم، يستاهل ان انتوا تيجوا وتقعدوا معايا كده وتشرفوني وتنوروني. حبايب قلبي اللي بيحبوني يحط له لايك، ارفعوا لي قناتي كده بقى. طبعا نشكركم حبايبنا كلكم كده، لان انا ما اتكلمتش في فيديو قبل كده بتاع الفيديو اللي هو بتاع اللي هو امبارح ده. فانا اشكركم حبايب قلبي من خارج مصر ومن مصر على دماغي ومنوريني ومشرفيني كده، ومتشكرين متشكرين كل اللي قال لأمولة حبيبة قلبي كل سنة وهي طيبة، كل سنة وانتي طيبة يا أمولتي، كل سنة وانتوا طيبين وسعداء، ونعاد عليكم الأمولة في الدنيا، ونعاد عليكم الأيام بخير يا رب. كل سنة وانتوا طيبين وسعداء، ونعاد عليكم الأيام بخير من خارج مصر ومن مصر كل اللي جبر خطر وخطر أمل وخطر بناته وقال له أمل. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانتوا طيبين، وكل ثانية وكل لحظة وكل ساعة وانتوا سعداء وفرحانين بعيالكم كده يا رب. وكل سنة وانتوا طيبين ومعانا، وكل يوم وانتوا طيبين ومعانا. ربنا يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطر بنت امل، ربنا يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطر بنت امل. ربنا يسعدكم وفرح قلبكم يا رب، ربنا يسعد. ما هي اصلا اختكم بنتكم وحبيبكم امل وهيدي ورميسان. طبعا هما التلاتة حبايبكم حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا يا رب، ولا من تعليقاتكم ولا من حبكم للعيال. ربنا يصلح حالكم كده ويسعدكم ويفرحكم بحبايبكم يا رب. فانا كده طبعا بلف معاكم المحشي، ربنا يا رب يكبر بخاطركم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس وتسيبوا الاعلان، ما تخطوش الاعلان عشان دي اللي بجيلي رزق منه. ما تخطوش الاعلان حبايب قلبي علشان الاعلان ده اللي بجيلي رزق منه يا حبايب قلبي. ما تفوتوش الاعلان، خلي الاعلان ايه يبقى شغال حبايب قلبي. ربنا يا رب يكبر بخاطركم يا رب. حبايبنا ام احمد ساجده، ما تحرمش منك ابدا ولا من تعليقاتك يا ام احمد. ربنا يكبر خاطرك ويصلح حالك ويسعدك يا رب كده وفرحك وشفيك وعافيك. وصفاء حبيبه قلبي، ما تحرمش منك يا صفاء ابدا. ربنا يكبر خاطرك زي ما انت بتكبره بخاطر بنات الثلاثه وبتحبيهم، ربنا يسعدك يا صفاء يا رب. ام مروان حبيبه قلبي، ما تحرمش منك يا ام مروان، يا ام مروان ابدا. ربنا يخليكي واكبر خاطرك يا رب. ربنا يخليكي يا ام مروان واكبر خاطرك ويسعدك ويشفيك وعافيك يا رب. بانتظار الامل حبيبه قلبي زينب، بانتظار الامل حبيبه قلبي زينب، ما تحرمش منك ابدا ولا من تعليقاتك ولا من حبك للبنات. ربنا يكبر خاطرك ويشفيك وعافيك. وكده حبايب قلبي خلصت كده لف الورق، لف الحله كده. فانا بحط ايه ورقه عليها من فوق كده علشان اما اجي احط مثلا شوربه عليها، او ان انا مثلا تيجي تغلي ما ايه المحشي ما يفكش يا حبايب قلبي. بدل ما احط الطبق على الوش كده احط ايه ورق محشي، ورق من اللي هو ورق العنب كده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك حبايبنا كده. ربنا يا رب يكبر بخاطركم يا رب ويسعدكم وفرحكم بحبايبكم. ما تنسوش القناه بتاعت حياتك احلى مع هايدي، والقناه بتاعت امل، ما تنسوش امل، ما تنسوش عيالي حبايبكم طبعا وعيالكم واخواتكم.
فانا كده حطيت المحشي على البوتاجاز يا حبايبنا، فبحط الشوربه عليها اهو، وطبعا البطاطس استوت واللحمه استوت. وسلامي لس مش عارف عمك مراد من الجزائر ولا من السعوديه يا هيساء؟ الجزائر، واهل الجزائر على دماغنا. مراد ما تحرمش منك ابدا ولا من تعليقاتك، يا رب يسعدك، وان كان فيك حاجه ربنا يشفيك وعافيك يا رب، لان من زمان انت ما دخلتش الا البس دقيقتين كده وقمت خارج، انا ما اعرفش فيك ايه. طمنا عليك، ربنا يشفيك وعافيك يا مراد. الجزائر واهل الجزائر على دماغنا. فانا كده حبايب قلبي، طبعا الطبقة البرتقاني دي فيها لبن، ماشي حبايب قلبي فيها لبن، وطبعا انا حطيت البهارات قدامكو، فيها ايه بابريكا وفيها شطة، مش عارفة الطبقة انا بتهيألي الحتة اللي انا حطيت فيها البهارات يا رميساء على اللبن ما جاتش. طيب فيها شطة يا حبايب قلبي، اللبن دي في شطة وفي بابريكا وفي فلفل اسمر وفي كمون، ماشي يا حبايبنا، وبكم بودر، وحطيت بيضه عليها بردك، فانا بقلبها على اللبن، فانا بقلبها كده. اللي قدامك دي اسمها سلطه، دي اسمها سلطه، بدل ما اعمل يعني مثلا السلطه الثانيه خيار وسلطه عاديه، فدي اسمها كده سلطه حبايب قلبي. فدي بصمات، فانا بحط البصل كده في قلب الطبسيه البرتقاني كده في اللبن، اعمله كده قدامكم يا حبايب قلبي، لازم كده ايه يبقى مبلول كده قدامكم، يعني ايه يبقى غطسان كده في قلب اللبن، واحطه في البصمات كده واطلعه. اعملوه كده وجربوه وقولوا لي كده وقولوا رايكم. دي بدل ما الواحد مثلا يعمل سلطه مثلا كل مره مثلا في الاكل وكده، فايه رميساء طلبت مني دي، فقالت لي يا ماما انا عاوزه ايه تعملي لي ايه السلطه دي، فهي اسمها سلطه بصل، اسمها سلطه بصل وفلفل، ماشي يا حبايب قلبي، جربوها كده وقولوا له رايكم. الله جميله وطعمها زي العسل، جربوها وقولوا تسلمي ايدك يا ماما سعيده. فالطبسيه البرتقاني تاني فيها لبن وفيها بيضة وفيها جنز بتاع كمون وبابريكا وكركم وفلفل اسمر وكمون حبايب، ماشي. فانا كده طبعا عملتها قدامكم في قلب اللبن اهو، هي والفلفل، وطبعا دي كفتة عملتها بردك يعني ما عملتهاش قدامكم. فكده انا بقدح على المحشي، تسلم ايدك يا ست ام هايدي، وبالهنا والعافيه على قلب اللي هياكل يا رب. ام صابرين حبيبه قلبي، انا مش ناسياك يا ام صابرين ابدا، ربنا يسعدك وفرح قلبك يا رب. وام علي حبيبه قلبي، ما تحرمش منك يا ام علي ابدا 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 يا رب، ولا من تعليقاتك اللي زي العسل يا رب كده للعيال. ونرمين حبيبة قلبي، اخبارك ايه يا نرمين؟ طمنين عليكي. وسلومة حبيبة قلبي، سلمة حبيبة قلبي، ربنا يسعدك وفرح قلبك يا سلمة يا رب. يا ربي ما اشوف فيك اي حاجة وحشة ابدا ابدا يا حبيبي يا حبيب قلبي. فانا كده الزيت اتقدح، فانا ايه حمر اللحمة. ورحمة حبيبة قلبي، ما تحرمش منك يا رحمة أبدا أبدا، ربنا يسعدك ويكبر خاطرك يا رب. وحبيبة ما تحرمش منك يا حبيبة أبدا أبدا أبدا، ولا من تعليقاتك الجميلة. ندى أم محمد حبيبة قلبي، ندى أم محمد حبيبة قلبي، ما تحرمش منك يا ندى أبدا أبدا. وبطة، بطة حبيبة قلبي، ما تحرمشك يا بطة، ما تحرمش منك يا بطة برضك، انت كلكوا حبايبي وزي بناتي، والله انتوا زي بناتي كلكوا، اللي بقول عليه كلكوا كده زي بناتي. وام رودينة حبيبة قلبي، ما تحرمش منك يا ام رودينة ابدا ابدا يا رب، ربنا يكبر بخاطركوا يا رب.
فطبعا انا ايه مانيش معايا الاسامي دي اللي انا فاكراها. والله يا حبيب قلبي فلاني ناسياه، انتوا كلكم على دماغنا، اللي انا قلت اسمه على دماغنا واللي ما قلتش برضك اسمه على دماغنا برضك، انتوا حبايبنا كلكم من خارج مصر حبايبنا ومن مصر حبايبنا. فحبايب قلبي لو الفيديو طول عليكم معلش يعني ايه استحملونا هنا زي امكم او اختكم او اي حاجة اللي تقولوا عليه. فانا عاوز اقول حاجة برضك يا حبايب قلبي، يعني للي مثلا يعني بجيب سيرة حد او بتكلم على حد او كده، فانا بقول كل واحد يبقى في نفسه احسن. يعني كل واحد يا حبايب قلبي يبقى في نفسه. يعني مثلا انا هجيب سيرة حد ليه ولا حد هيجيب سيرتي ليه؟ يعني مثلا ما كل واحد يجيب سيرة يعني في نفسه كده، لان كل واحد بتحاسب على الكلمة اللي بقولها والكلمة اللي بطلعها. فيعني ما بقولش حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل في اللي يجيب سيرة اي واحدة مش بناتي بس ولاني، لا حسب الله ونعم الوكيل في اللي يجيب سيرة ولية. يعني اي واحد يجيب سيرة ولية واي واحدة تجيب سيرة ولية يقعد لعيالها يقعد لها يقعد لي، يعني ما كانش عندها بناتها يقعد لها ذات نفسها. فكل واحد يعني ايه يبقى في نفسه كده، ومحدش يجيب سيرة حد وما يجيبش السيرة، يعني ما يكون واحد مثلا متغاظ من واحد اهو بجيب سيرته، يعني بقول اللي هو عاوزه بفضفض من اللي عنده، بس ايه يعني اللي بقول عليه دي هياخد حقه منه يوم القيامة، ان ما كانش هياخد حقه على الدنيا هياخد حقه يوم القيامة. يعني اللي يغلط في واحد يجيب سيرة واحد، يعني يتكلم على واحد كلام ما حصلش او كلام مش فيه، يعني يوم القيامة كده هيتعلق في رقبته ويقول له انا عاوز حق منك. ماشي يقول له انا عاوز حق منك. يبقى خليه بقى الدنيا اللي هي بنخليها تتكلم على العالم وتتكلم على الناس ايه لما يروح هناك بقى ايه، خلي الدنيا دي بقى تجيب له حق. ماشي طبعا ولا الدنيا ولا اي حاجة هتجيب لي الواحد حقه اللي عمله اللي هو عامله هو اللي هيجيب له حقه. فانا بقول حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب سيرة ولية، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل في اللي يجيب سيرة واحد او واحدة. كل واحد يعود له يا رب اللي بقوله، كل واحد يا رب يعود له اللي بقوله. يعني كل واحد هدومه الهدوم متوية، الله اعلم انا بيا ايه، انتوا بكوا ايه، فيكوا ايه. فكل واحد يحسن الظن. فبدل ما اجيب سيرة حد اصلي اقرا قران اخليني في نفسي، ما اجيبش سيرة حد اخليني في نفسي كده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يسترها علينا وعليكم وعلى بناتي وبنات المسلمين اجمعين يا رب. ربنا يسترها عليكم من خارج مصر ومن مصر، ويشفيكم وعافيكم وحش عنكم الوحش، انتوا بناتي وبنات المسلمين يا رب، اللي عرفوا واللي ما عرفوا. فكده طبعا حطيت البصل كده وطلعت ايه في الطبق، يعني ايه لازم ايه يحمر كده معاكم حبايب قلبي عشان يستوى. اعملوه كده وقولوا له رايكم بدل ايه يعني مثلا، وممكن تبقى مع السلطه عادي، هي دي اسمها سلطه بصل، سلطه بصل وفلفل. يعني ما يكون الواحد في حاله كده، يعني بقول لك امشي في عدلك يحتار عدوك فيك. يعني المثل بقول امشي في عدلك يحتار عدوك فيه، هتمشي معوج برضك الناس هتتكلم عليك وهتقول كذا كذا، اللي هتقوله هيعود لك. يعني فيه ملكين يعني ما مش بيلعبوا، الملكين دول بيكتبوا السيئة وبيكتبوا الحسنة. فيا ربي اللي يقول كلمة حلوة تعود له، اللي يقول كلمة وحشة تعود له. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يسترها معايا ومع بناتي ومع بنات المسلمين يا رب، ويجعلكوا كده سعداء يا بناتي، انتوا بنات المسلمين. يجعلك سعيدة يا أمل، يجعلك سعيدة يا أمل،
يجعلك سعيدة يا أمل، يجعلك سعيدة يا أمل، يجعلك سعيدة يا هايدي، يجعلك سعيدة يا هايدي، أنتوا بنات المسلمين، يجعلك سعيدة ومستورة يا رميساء، يسترك في الدنيا كده وفي الآخرة يا رميساء، أنتوا بنات المسلمين أجمعين، يسترك يا رميساء في الدنيا وفي الآخرة، يسترك يا بنات بحق ما ربنا عليم، أنتوا بنات المسلمين وكل اللي سمعني يا رب يستره ويشفيه وعافيه. كده البصل خلص، فمعايا ايه؟ الفلفل يا حبيب قلب، فطبعا الفلفل لازم يتوطى عليه شوية عشان يستوى، وبردك البصل بردك يا حبيبنا، انتوا غاليين عليا والله، من خارج مصر غاليين عليا، ومن مصر غاليين عليا. فكده المحشي، فطبعا الحلل دي بتلزق يا حبيب قلبي، فقولوا له رأيكم كده. لسه فيه محشي في الحله، فانا ايه ما حبيتش اللي انا ايه، قلت خليك كده زي ما انت، اللي نزل نزل. ايه رايكم بقى في ماما سعيده؟ اتفضلوا بقى معايا، اتفضلوا حبايبنا كده معايا حبايب قلبي. يستاهل بقكم والله، ما عزش اي حاجة عليكم ابدا ابدا ابدا. ودي طبعا سلطة البصلة اللي انا عاملاه اهي طبعا قدامكم حبايبنا، ودي لاف طبعا بحبكم، لاف دي طبعا بحبكم حبايب قلبي، بحبكم من خارج مصر ومن مصر على دماغنا. كده الشوربة والبطاطس قدام منكم، اتفضلوا معايا. وده الكفتة، يعني انا ايه مش بحب اكتر كفتة، على قد كده عشان ما يفيدش يا حبيب قلب، انا عندي في الفليزر على طول، بس ايه بطلع كده على قد عشان ما يفيدش. قولوا له رأيكم كده، ولا تسلم ايدك يا ماما سعيدة. اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس حبايبنا، لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان خاطر رميساء، عشان خاطر اختكوا حبايبي. فانا قعدت كده رصنا طبعا، وقعدت كده فايه بقول لكم اعملوا لايك، بقول لكم بحبكم، بقول لكم لاف يا حبايب قلبي من خارج مصر ومن مصر. اتفضلوا معانا حبايب قلبي، اتفضلوا معانا. طبعا الاكل يحلى بكم، هسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، هسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس يا حبايب قلبي، هسيبكم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.